تحدي اني اصيد 15 حصان وابيعه في حلقة واحدة اربع ساعات، موش اكثر عن اربع ساعات. اذا سويت هذا الشيء اللي عليكم انتوا توصلوا المقطع 7000 لايك. انا جاهز للتحدي ومثل ما اتفقنا 7000 لايك اذا اجتزت التحدي بنجاح، وهو اني احصل 15 حصان في اربع ساعات بالضبط. يلا ممتاز يا شباب، ما ابي اضيع وقت وتم اسولف، ابي اشوف على طول ادور احصنه ونصيد مر اول حصان قدامي. اول حصان قدامي، اوكي انزل عيسى من الحصان، انزل من الحصان وانزل تحت. في حصان قدامي يا شباب، ما ادري عن اي حظ اتكلم، لكن في حصان قدامي. حلو ممتاز. اوكي شوي اوكي نادي اوكي الحين قاعد انادي يا شباب. كفو يا عيني عليك، هدي الحصان يلا هدي بسرعه هدي. ان شاء الله يقدر اصيده او اروض عفوا. يلا بسرعة، أول حصان في بداية الحلقة. أوه ماي جاد، والله أنا صعب هذا. كفو روضته، روح بيعه يا حبيبي بسرعة، روح بيعه. تحدي يا شباب جدا صعب، 15 حصان في أربع ساعات، ما أدري إذا أقدر أسويها ولا لا، لكن ما راح أضيع ولا ثانية. أو في شخص هنا، إن شاء الله بس ما يسرقني. شكله جاي يبيع حصان بعد. يلا بشوفه يلحقني يا شباب، خليني أبيع الحصان بسرعة. هذا الحصان بعته يا شباب 16 كاش. كفو يلا نبي حصانة ثانية. هذا حصاني، بسرعة ما عدنا وقت. اخذت يا شباب بالضبط 6 دقائق عشان اوصل للمزرعة هذه، فلو نحسبها ان كل 6 دقائق اجيب حصان اعتقد ان الوقت راح يكفيني. لا يا شباب خسرت 5 دقائق وما حصلت ولا حصان. لا الظاهر ما راح افوز بهذا التحدي، ما راح استسلم، مستحيل استسلم، وانا عارف اني راح اسويها. اخ على الحظ اخ. شوفوا يا شباب عاصفة ومطر، لكن أنا قد التحدي وما راح أوقف الوقت، مع أنه ما راح يكون في أحصنة لين تخلص العصار أو يخلص العصار هذا. أها في أحصنة يا شباب، في أحصنة. كفو. في اثنين يا شباب، أوكي. كفو. هدي. كفو الحصان الثاني يا شباب، هذا الحصان الثاني. كفو يا شباب الحصان الثاني، الحمد لله في 10 دقائق. طبعا يا شباب في طريقة ثانية اني اقدر اجمع الاحصنة، يعني اخلي حصان واحد يتبعني وانا راكب على هذا، بس ما ادري كيف الطريقة. اذا شفت حصان الحين قدامي واحاول اسويها. اوه في احصنة يا شباب، في اثنين قدامي. اوكي انزل. خل هذا الحصان هنا بس ان شاء الله ما يهرب. طماع انا، والله اني طماع. اوكي قربت منه، ممتاز. اوكي هدي الحصان، ممتاز. والله لونه حلو يا شباب، كفو. ان شاء الله ما يهرب. روح. كفو يا شباب. وقف الحصان الثاني ما بغى يهرب. كفو يا شباب عندي حصانين. يوم والله انه صعب هذا. كفو روضته يا شباب، والله روضته. تعال اوكي كيف اخلي هذا يتبعني الحين؟ والله ما ادري كيف يا شباب اخليه يتبعني. اوه في واحد جاي هنا. هلو هي هاو ار يو مان؟ ام جود. دو يو نو هاو اي كان ليت ذس هورس تو فولو مي؟ يس. هاو؟ هيك لاسو؟ اوكي جود ثانك يو. كفو يا شباب، كفو. شوفوا يا شباب. Thank you my friend, thank you. ساعدني يا شباب، والله كفو. ببيع الأحصنة. اثنين عندي. يعني الحين المجموع 3. كفو يا شباب ساعدني، هذا ساعدني. بالحبل، بس بالحبل. أوه في حمار هنا. يا شباب في حمار، ببيعه والله ابيعه. حمار يا شباب يعتبر حصان صح؟
يعتبر يا شباب شوفوا مبيع، يلا يا شباب يعتبر حصان، يلا أربعة أربعة الحين. Oh my god بيعه. اوكي بعته يا شباب، بعته ب 12 دولار. هو يعتبر حصان لان الناس يستخدموه ك يعني كدابه، صح ولا لا؟ فيلا ينحسب يا شباب، الحين عندي مجموع اربعه. يلا يا شباب ما بقى شيء، ما بقى شيء. هذا بعد معاي مسكين قاعد يدور احسنه. اوه اربع احسنه، اربع احسنه يا شباب. او ماي جاد، يلا 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 ممتاز ممتاز. يلا في اثنين، في اثنين قدامي، في اثنين، في أربعة بس أنا أقدر أخذ اثنين منهم. أوكي خلينا بس أروض هالحصان أول شيء. روح لا يا شباب، هرب هرب يا شباب. أوكي أوكي في غيره، في غيره. يا رب يا رب يا رب. أوكي نادي نادي الأسود، أيوة ناديت الأسود يا شباب. إن شاء الله ما يهرب بس. كفو روح يا سلام، كفو يا شباب كفو. وين هربوا؟ وين راحوا يا شباب؟ هربوا والله سريعين، ضيعتهم يا شباب. اوكي ما راح اضيع وقت، راح راح ابيع على طول، لان اذا بتم الف وادورهم ممكن اني اضيع وقت بهذه الطريقه. كفو كفو يا شباب، هذا حصان الخامس، يلا بيعه بيعه. بعته يا شباب، كفو كفو. اوه يا شباب حصلت حمار. حصلت حمار، يلا بيع بيع. سادس شباب سادس. أوه مسكين الحمار والله مسكين. بعته شباب بعته بعته، يلا ستة 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 يا شباب، ستة اللي بعتهم كامل. شباب والله عيب عليكم يا أخي، أترجاكم أترجاكم تقبلون الحمار. أوه شوف كم حصان، أوه ماي جاد. اوكي اوكي قاعد انزل 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 انزل، ادخل يهرب ادخل يهرب. اوكي ممتاز ممتاز. اوكي نادي، حلو ناديته يا شباب ناديته. يلا 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 يلا. اوكي خليه يهد شوي لانه معصب. ممتاز روح صيده اركب. يا سلام عليك، كفو يا شباب كفو 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 كفو. ان شاء الله بس هذولاك ما يهربوا يا شباب، ابي اشوفهم ابي اشوفهم. وين وين؟ يسار. اوكي يسار. يا ليل هذا الحصان. اوكي وين وين راحوا وين راحوا؟ اوكي اشوفهم اشوفهم ممتاز. بروح اجيب واحد منهم يا شباب عشان ابيعهم مع بعض. كفو يا شباب كفو 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 كفو. اركب 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 اركب. يا سلام والله يا سلام. اوكي عندي اثنين، عندي اثنين يا شباب، عندي اثنين. كفو روضته. تعال 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 تعال، يلا نروح نروح. كفو يا شباب تعال اركض اركض اركض. يا سلام والله يا سلام. انا ما ادري اذا تحسبون الحمير يا شباب، بس اترجاكم انكم تحسبونه لانه يعتبر حصان، يعني هنا يتعاملوا معاه على اساس انه حصان، يشيل اغراض ويجيب اغراض يعني الى اخره. يلا ما علينا ما علينا يا شباب، خلينا بس الحين نطلع فوق. اوكي تعال اطلع اطلع، بسم الله بسم الله عليك. يلا 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 ما بيخسرهم ما بيخسرهم. تعال ادخل 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 ادخل. اوكي بعت واحد، تعال بيع بيع الثاني بيع الثاني. ستة سبعة ثمانية، ثمانية شباب ثمانية ثمانية. يا سلام هذا في حصان ثاني، في حصان ثاني. انزل 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 انزل. شو هالحظ يا شباب شو هالحظ. وقف 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 يا قلبي وقف يا قلبي. يلا بسرعة بسرعة بسرعة، وقف وقف. روح روح يا عيسى. كفو يا الله يا الله، حماس حماس يا شباب. ثمان أحسن الحين عندي يا شباب داخل، خلصت ثمان أحسن. هذا التاسع بإذن الله تعالى، هذا التاسع هذا التاسع يا شباب. أوكي تعال تعال تعال، بيعه بيعه بيعه. كفو يا شباب والله كفو، بعته. في حصان في حصان قدامي، في اثنين. او ماي جاد تسعة الحين، هذا البسيطة بيكون العاشر يا شباب والله كفو. اوكي نادي نادي نادي، ممتاز ممتاز ممتاز. تعال وقف 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 شباب، قربنا قربنا من التحدي، قربنا من فوز التحدي.
اركب اركب عليه اركب عليه. يا سلام والله يا سلام يا شباب، والله اني ما اصدق اللي قاعد يصير. نفس الوقت بفوز بالتحدي ونفس الوقت بعد راح شو اسمه راح احصل فلوس كثيره. شوفوا الاحسن اللي وراي. تعال يا حبيبي تعال 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 تعال. وين رايح وين رايح؟ تعال تعال. سته يا شباب سته. او ماي جاد. اوه هرب يا شباب هرب، والله هرب الكلب. خلينا اخذ الكاب حقي. اوه يا شباب هرب هذاك هرب للاسف. في غيره في غيره في غيره. تعال 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 تعال. خلنا نسد هذا الابيض. صيده 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 صيده. كفو هدي 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 هدي. يا سلام يا سلام. اوكي اركب 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 يا حي اركب 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 اركب. يا سلام يا سلام يا شباب والله يا سلام. لا 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 مو كذا مو كذا. كفو كفو اربطه اربطه. تعال معي تعال معي. يلا هذا العاشر وال11 يا شباب. العاشر وال11 يا ويلي. اوكي بعت هذا. وين راح وين راح هذا وين راح؟ تعال 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 يا قلبي تعال. هذا ال11 يا شباب هذا ال11. باقي 13 14 15 باقي لي بس ثلاثه ثلاثه يا شباب. هذا حصاني. تعال 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 يا حصاني تعال يا حصاني. خلينا ندور خلينا ندور. باقي ثلاثه يا شباب. الوقت باقي باقي ساعه بالضبط. باقي ساعة شباب والله باقي ساعة بالضبط. وين اختفوا الأحصنة يا شباب؟ لا تورطت. ما باقي شيء باقي 40 دقيقة. 40 دقيقة باقي يا شباب. يا شباب الأحصنة اختفوا باقي 30 دقيقة. وين راحوا؟ يا سبحان الله اختفت الأحصنة فجأة. ما أشوف شيء يا شباب. ما أبي أكثر التحدي. أبي أفوز بالتحدي هذا ونوصل المقطع 7000 لايك. في واحد قاعد يصيد هنا يا شباب. لا يا شباب لا ما في أحصنة اختفت فجأة. ما تم وقت باقي بس ثلاث أحصنة شباب. للأسف باقي 20 دقيقة. 20 دقيقة باقي. حلو حصلت أحصنة. تعال 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 امسك امسك واحد منهم. ايوه انزل هدي 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 واركب عليه. لا مو هذا مو هذا مو هذا يا عيسى. يا ليل يا شباب هربوا. اوه ماي جاد. وين راح وين راح وين راح؟ روح له روح له روح له روح له. اوكي هذا هذا هو هذا هو. تعال اوكي مسكته مسكته مسكته. انزل هدي هدي. كفو 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 كفو. يلا اركب 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 عليه. يا سلام يا سلام. لا 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 اركب اركب اركب. كفو كفو يا شباب الحمد لله. يلا باقي اثنين باقي اثنين بس يا شباب. ما راح اروح ادور واحد ثاني. راح اروح اسلمه على طول. ابي اخلص يا شباب ابي اخلص. ما باقي شيء. باقي تقريبا 18 دقيقة. حلو سلمت يا شباب سلمت سلمت. باقي اثنين باقي اثنين يا شباب. طاح المطر يا شباب في اخر 15 دقيقة. باقي 15 دقيقة وطاح مطر. وما اعتقد ان الاحسن يكونوا موجودين لما يطيح مطر. شوف القزقزح يا شباب والله نايس. بس خلي يولي القزقزح الحين. ابي افوز. باقي بس حصانين. اوه في احسنة في احسنة يا شباب في احسنة في احسنة. تعال 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 تعال. امسك 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 هذا امسك هذا. يا سلام كفو 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 يا شباب. يلا باقي اثنين باقي اثنين. راحوا هناك راحوا يسار. ممتاز شفتهم. اركب 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 اركب. يا سلام كفو والله كفو يا شباب. يلا باقي اثنين باقي اثنين. في كثير في كثير يا شباب. في قدام في قدامي. اعتقد اني بفوز التحدي بفوز التحدي لو اسد اللي قدامي خلاص. اوكي في اثنين في اثنين هناك في اثنين. تعال بسرعة 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 بسرعة. امسك امسك امسك. يا سلام. اوه امسكه كفو مسكته. لا لا الطاقة الطاقة حقي الطاقة حقتي يا شباب بتخلص بتخلص. طاقتي طاقتي بتخلص. يا ما عندي طاقة يا شباب ما عندي طاقة. تعبت اللاعب حقي تعب. خيبة شفت كيف الحادث. اوه ماي جاد على الحادث اللي صار. وين راحوا يا شباب؟ يا شباب والله باقي 14 دقيقة. باقي 14 دقيقة بس. بعته يا شباب بعته بعته. يلا باقي واحد باقي واحد يا شباب. باقي تقريبا 13 12 دقيقة. في أحسنة في أحسنة قدامي. في اثنين في اثنين. يلا بعوضكم عن الحمار عشان ما حد يقول لي لا والله الحمار ما ينحسب منك أحصان. يلا بحاول أجيب اثنين شباب بحاول أجيب اثنين. أوكي. هذا واحد هنا.
تعال 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 جيبه 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 جيبه. كفو كفو كفو. او ماي جاد انقلبت انقلبت يا شباب. حصاني مات ما ادري شو فيه. بس ما علي ما علي. اركب اركب هالحصان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا شباب. يا سلام يا سلام. يلا يلا خلصنا. هذا اخر حصان. التحدي يا شباب خلصناه. 15 حصان طبعا ومعه حمارين. بس بعوضكم بعوضكم يا شباب. اعتقد ان في وقت اقدر اجيب حصانين ثانيين. يلا وهذا اخر حصان اخر حصان. بيعه بيخلص التحدي يا شباب. كم باقي؟ باقي 8 دقائق 8 دقائق. او سويت ستارت بالغلط. 8 دقائق باقي يا شباب. 8 دقائق اقدر اجيب حصانين عشان ما حد يطلع لي يقول لي لا الحمارين ما ينحسبوا. فانا بجيب بعوضكم بحصانين الحين. والله عورني راسي يا شباب. 4 ساعات قاعد العب 4 ساعات قاعد العب ردد. شباب للاسف باقي من الوقت تقريبا 5 دقائق وما اعتقد. او حصان حصان سيده 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 سيده. كفو يا شباب حصلت حصان حصان. اوه هدي 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 هدي. اوكي اوكي يلا بسرعه سيده. اركب اركب عليه اركب عليه. يا سلام يا سلام. 5 دقائق بالضبط باقي يا شباب. 5 دقائق 5 دقائق. يلا بس باقي واحد بس واحد. والله يا شباب ما اكذب عليكم ما مصدق اللي قاعد يصير. باقي تقريبا 5 دقائق او 4 دقائق وحصلت حصان. لو احصل بس واحد بكون خلاص خلصت التحدي. اذا ما راح تحسبون الحمير ها. عزكم الله يا رب يا رب يا رب احصل حصان قبل ما ارجع يا رب. بس حصان واحد ابي. بعت الحصان ال14 يا شباب وباقي 3 دقائق. يب بالضبط باقي 3 دقائق. انا مسوي التايمر يا شباب. الجو صار كله ضباب. خلاص ما اعتقد اني راح اسويها يا شباب. اوه حصان حصان يا شباب حصان يا شباب. امسكه امسكه. او ماي جاد. يلا يا شباب باقي دقيقتين. والله دقيقتين بس. كفو كفو والله كفو يا شباب. يلا 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 دقيقه دقيقه دقيقه. بسرعه 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 بسرعه. روح 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 يا شباب باقي دقيقه. والله العظيم باقي دقيقه. خلاص لحقت بلحق يا شباب. والله بلحق. 15 حصان 15 حصان يا شباب في 4 ساعات. بيع 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 بيع. اوه دعمت الخنزير بالغلط. يلا بسرعه. اسف اسف يا خنزير. بيع. كفو والله كفو يا شباب. كفو كفو كفو. 15 حصان باقي بعد 30 ثانية. 15 حصان في 4 ساعات. من الظهر قاعد العب يا شباب. من الساعة 1 الظهر للساعة 4. او ماي جاد. والله ناقص يا شباب. خلوكم على قد التحدي. 7000 لايك 7000 لايك لهذا المقطع يا شباب. هذا تحدي الكل يضغط لايك. والله سويتها. لو اني ما سويتها ما راح اسوي كل هالدراما. ما راح انفعل. تعرفون شخص صادق هذا شي قاعد يسوي. فيب يا شباب والله شيء خرافي. او ماي جاد يا شباب. والله لازم اشرب ماي حتى المي خلص اصلا. 4 ساعات قاعد العب. اخ ما اعرف كم عندي فلوس. خلنا نشوف كم فلوسي يا شباب. عندي 437 437 يا شباب. او ماي جاد. واو 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 واو. خلنا نروح احط فلوسي في البنك يا شباب. خلنا نروح احط فلوسي في البنك. اشكرك يا الحصان اشكرك. ايوه الحين عادي سفل فيني ما عندي مشكله. والله مسكين حصاني يا شباب. رايح جاي رايح جاي رايح جاي. واو شباب قسم بالله جاني صداع. والله انا راسي صدع صدع. كنت متوتر وقاعد اشوف الوقت والعب اشوف الوقت والعب. والحمد لله اني سويتها. انا قدرت الوقت. ليش قلت لكم 4 ساعات؟ لان تقريبا الحصان الواحد يبي له 7 او 6 دقائق يعني اللي عشان تبحث عليه او عشان تحصل. بس الطريقه فادتني اني اربط الحصان الثاني بالحبل واروح ابيعهم. وكذلك جبت حمارين وانتم بكرامه. وقلت يمكن انتم بتقولوا في الكومنتات لا الحمارين عيسى ما ينحسب من التحدي. فرحت جبت 2 غيرهم اللي هم احسن يعني. والله كفو يا شباب والله كفو. انا الحين خايف على الفلوس. 400 دولار شيء قوي يعتبر. والله شيء قوي. في الحلقات الجايه خلاص ما بسوي تحديات يا شباب. بروح اجمع مجوهرات. ما ادري اكتبوا لي تحت شو اسوي. تبوني اصنع خواتم واشياء مثلا من الذهب من البحيره هذيك اجمع منها اغراض واجي اصنع في المدينه ولا كيف ولا ما ادري. اكتبوا لي بالكومنتات. بس اهم شيء انا ابي الوعد. الوعد يا شباب 1000 كومنت كلكم كتبتوا تم وموافقين على التحدي. فاذا موافقين على التحدي وصلوا هذا المقطع 7000 لايك. هذه فالنتاين. انا بروح احط فلوسي في البنك بسرعه علشان ما انسرق.
او انها تروح علي. اهم شيء الفلوس 400 اقدر اسوي وايد شغلات، اقدر اشتري لي اسلحه، بس اسلحه اشتري لي. الحين لازم امشي لان ممنوع يا شباب، ممنوع اني اركض في القرى. هذا هو البنك، خلوني اربط حصاني بس. اوكي يلا انزل انزل انزل، حط فلوسك في البنك. البنك زحمه والله، زحمه يا شباب. اوكي اوكي، حط 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 فلوسك في البنك بسرعه. انا كم عندي يا شباب؟ عندي 437 437. شباب عندي 600 في البنك، والله 600. هذا شو يبي؟ Do me a favor, take the bar off your back, please. Hello, yes, sorry. Take your bar off your back, please. Yeah, okay, I will. Flex your F4 muscle. Yeah, sorry, sorry. It's all good. Is that allowed here in village? I'm hunter. Yeah, so. No, while you're in town, you can't have guns on your back. Okay, got you. هذا شرطي يقول لي لا تحط الاسلحه على ظهرك، ممنوع، العساكر فقط اللي يسوون هاي الشغله. شوفوا الاحصنه الحين، لما خلصت التحدي شوفوا الاحصنه قدامي. شوفوا خلص التحدي والاحصنه خلاص، شكلهم الاحصنه هذول يتابعوني في اليوتيوب. المهم يا شباب وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى انكم تكونوا على قد التحدي اللي هو 7000 لايك. يلا يا شباب اضغطوا لايك، واتمنى المقاطع الجايه تكون احلى واحلى، واشكركم على حسن المتابعه، والله اني احبكم يا شباب، ومتوتر جد، كنت متوتر وايد، كنت متوتر. المهم اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، كان معاكم اخوكم عيسى 400، سلام. What's happening? You ain't liking the fact that I'm back again. And I godly as fuck, I should live in the Vatican. No other rapper is matching. It's a lot of talking, a lot of texts, a lot of bond, a lot of nexus in your conversation. While you bring my name up, just a lot of flexing. I don't do no changing, I ain't never changing. I'm the only one. Take you out with just a single shot. I guess that you could call that shit a hole in one.